لقيته. رح أعزل الورم هلأ ومن بعدها رح طالعه، وانت بتسكر على الجرح ماشي. انخفض النبض، وقف. لا رح كمل بسرعة المشرط. مستحيل تنجحي. انت ما تتدخل. انت ما لازم تخلطي بين مشاعرك وشغلك يا أصلي. اليوم كان حظك قوي بس مو دائما بتزبط القصة. لازم تتقيدي بالقواعد. لحد هاي اللحظة مشاعري ما خزلتني أبدا. إذا صار شي يوم وغلطت بتذكر كلامك وقتها ما تاكلها. كيف بيعمل معي هيك؟ كيف بيتجرأ أنه يعمل معي هيك؟ الحقير أكل من خبزي وبالأخير بيخوني. اهدى شوي، لازم نروق ونفكر بعقل، ولازم نلاقي طريقة لنخلص من هالورطة. مين ما كان اللي سارق اللابتوب بيكون هلأ نسخ يلي فيه لهيك. روق وفكر. ايه اسمعي، أنا أخذ احتياطي وعامل برنامج خاص مستحيل يقدروا ينسخوه. المهم يرجع اللابتوب لأنه الملفات ما بيفتحوا غير عليه. فهمت علي؟ هاي فرهاد، لقيت اللابتوب ولا لسه؟ لازم توصل له بسرعة وبأي طريقة كانت. طيب مصاب قبل ما يقول لي وين. أنا بحاجة لجراح شاطر، أمن لي واحد بس يكون حدا موثوق وما في مشاكل من وراه. دكتورة إبرو يلي عطيناها منحة، بنت ما قالها حدا وبتسمع كلمتنا. لا تخاف، ما رح تسترجي ترفض أي طلب لألنا. طيب كتير منيح. ماشي. خير إبرو؟ شوفي ليش المشفى قايم قايم؟ خبرونا أنه صاير حادث كبير والشوفير علقان بالسيارة، وقال دكتور الإسعاف ما بيكفي وبدهم معهم دكتور جراح كمان، وأنا بدي روح معهم. ايه انتي مريضة ولحد هلأ حرارتك ما نزلت، كيف بدك تروحي معهم؟ صحيح انا ما فيني روح. اصلي تروحي بدالي؟ طبعا بروح بدالك. يعطيك العافية دكتورة إبرو. ايه انا، المهم ما يكون مكان الحادث بعيد. يلا تفضلي دكتورة. شكرا، يسلموا ايديك. الله يكون معنا. بيكفي القدر ياخد قرار ليتنفس فوراً. الحياة رح تاخدك لقدرك كأنك نسمة ريح. انت بتفكر انه صدفة، بس لحظة بتوقف حياتك العادية وبتبلش حياة الحب. القدر هو اللي بيقرر امتى تبدأ قصة حبنا، امتى بتولد وبتكبر او بتموت او بتدوبنا بقلبها. انت متصاوب؟ شو هاد الدم هون؟ عفوا ما كان قصدي بنوب، بس انت من شو مجروح؟ لازم نخيط الجرح. بعد ايدك شوي. بعدي كيف يعني؟ بعد بدي شوف لك الجرح. لا تلمسيني، انا ما بحب حدا يلمسني ابدا. طيب انت خيطه. كيف عم بتخيط الجرح من دون تخدير؟ شو ما عم يوجعك؟ خليني خدره.
فرهاد، شو ما عرفت تضربه ضربة واحدة؟ شو وين كانوا ايديك يعني؟ شو قصتك؟ قبل ما تحميني روح بالاول احمي حالك، يمكن وقتها تصير زلمة. ما تتطلع هيك فيني، ما غلطت بكلامي. ليك طلع جبان وبيخاف من خياله، كله بسببك لأنك ما علمته يكون رجال. بس شو بدي أحكي؟ ليك حبيبي، لا تطلع مثل أخوك. قبل ما تحمي ابن الغربة احمي حالك قبل كل الناس، اتفقنا؟ ليك فرهاد، خلينا نروح البحيرة، يلا امشي. يا رب، تعال ابني تعال. اسمع شو بدي لك، زمناته كان في رجال جنب البحيرة، وبالصدفة شاف عقرب أسود عم يقرب على المي وغرق فيها. قام هالزلمة مد إيده لحتى يساعد العقرب، بده ينقذه ويطلعه من المي. قام العقرب لسعه بإيده، رجع مد إيده مرة تانية، قام رجع لسعه العقرب كمان. الناس اللي حواليه قالوا له خلاص بقى، شو قولك فيه، خليه بالمي، شو بدك تضل عم تلسع؟ الزلمة طلع فيه وابتسم، قال لهم يا جماعة، هذا اللسع اللي عند العقرب هو شي بالفطرة، بس فطرتي بتقلي لازم ساعد. المقصد يا ابني فرهاد انه هالدنيا فيها المنيح وفيها العاطل، اذا مديت ايدك على حدا عاطل بتكون صرت مثله، وقتها بتصير كل الدنيا مليانة بالناس السيئة. مو الحل انك تضرب اللي ضربك، بالعكس الافضل انه وقت حدا بيضربك قل له الله يسامحك، هيك الدنيا بتصير احلى وبيضل الخير موجود. مسيت لشوف بس يا بابا. إيه؟ هاد الك؟ لا لا مو بعد هلا. اعتبارا من هاللحظة صار الك. ماشي يا بطل؟ ماشي. قرب لشوف. عم يوجعني بابا. طبعا الجرح رح يوجعك، قرب لشوف. خلي يوجعك، الألم أحيانا بيكون مفيد كتير. أصلا الرجال الحقيقي بيحب يتألم. عن جد؟ أكيد يا ابني، أنت مو حامل حجر هون، تحكم بقلبك، لأنه الرجال اللي بيتحكم بقلبه حتى لو قطعوا جسمه قطعة قطعة رح يضل قوي ما بيأس. عن جد برافو عليك إنه تحملت، وحتى لخياطة كانت ممتازة. برأيي على هالخبرة مو ناقصك شي لتصير طبيب جراح بدل طبيب إسعاف. ما قلت لي وين انجرحت؟ كنت بحادث تاني قبل هاد الحادث؟ نحنا سبق والتقينا بالمشفى شي؟ لا. طيب اشتغلت بتشابا؟ انت شو اسمك؟ على الاغلب الك اسم. ما الوقت اللي رح نقضيه سوا مو مستاهل نعرف اسماء بعضنا فيه. شو لوين اجينا نحنا؟ شو هذا المكان؟ وين مكان الحادث؟ ليش ما عم بتجاوب لوين اجينا؟ لعند المريض. شو لوين اجينا؟ وين هو المريض؟ تعال، المريض جوا. كيف يعني جوا؟ هون ما في سيارة. بس ما قلت لك انه في حادث سيارة يا دكتورة؟ بس بالمشفى قالوا لي انه في حادث، قالوا لي المصاب على الان بالسيارة، انا متأكدة. يمكن ما فهموا القصة بشكل صح. ايه في حادث بس مو سيارة. تعالي. على مهلك على مهلك. كيف عرفت القصة وانت اجيت معي من المشفى نفسه؟ بسرعة قلي شو الموضوع. انت دكتور ولا لا؟ في شخص عم يموت. مستحيل اسكت عن هالتصرف، رح اشتكي عليكم للإدارة. بالأول عالجي المريض وبعد هيك بنبقى منحكي.
جهزنا كل شيء مشان العملية، إذا في شيء ناقصك قولينا لنأمن لك يا بسرعة. أنتوا مجانين يعني؟ ليش هالزلمة هون ومو بالمشفى؟ كل المطلوب منك تطالع الرصاصة لحتى يضل عايش، مو شي تاني. تعرفوا أنه هالشي مخالف للقانون؟ إذا ما أخدتوا هالزلمة بسرعة على المشفى رح يموت. ساوي العملية وبس، رح ندفع لك منيح. ما بعمل هيك عملية حتى لو دفعت مصاري الدنيا. كيف أخدتوا الإسعاف؟ صحي وين راحت؟ اللي وين راحت سيارة الإسعاف؟ تركت شنطايتي جواتها. وين راحت السيارة؟ اللي لشوف وين السيارة؟ أنت عم تفهم علي ولا لا؟ ما بيهمني مين ما كنت تكون، اللي بيهمني إذا ما طلعت من هون فوراً رح خبر أخي الشرطي لحتى يجي يتفاهم معك، عم تفهم؟ يعني أخوك شرطي؟ يعني بيكسر لك راسك. أنت مو اسمك إبرو؟ لا اسمي أصلي. لوين رايح؟ لوين رايح؟ يا ربي شو عم بيصير؟ أنا رح جن. أنت كيف بتجيب الدكتورة الغلط؟ أي مو الدكتورة إبرو؟ سألت أول ما شفتها قلت لها أنت إبرو؟ قالت لي إيه.